وجودنا اليوم في مستشفى القاسم في إمارة الشارقة لإطلاق مبادرة وطنية تحت مسمى اقرأ لي، وقد تم إطلاق هذه المبادرة من خلال المنصة الوطنية للتطوع متطوعين دوت إمارات، وتم إدراجها من ضمن المبادرات الموجودة التي ممكن لأي فرد من أفراد المجتمع التطوع من خلالها، واستخدام هذه المنصة لزيادة عدد القراء وكذلك التخفيف على فئات المجتمع الموجودة التي من خلال هذا التواصل سيزيد من التراحم والتواصل المجتمعي الذي نأمل للوصول إليه بإذن الله.